ما يعني تعني كلمة ومفهوم أو باراديغم ستارت أب. فإذا أنا شخصيا راح طلعت شوية في الانترنت في مي كونيسونس بور كومبروندر ان بو سو كو سون لي ستارت أب. سات رونكونتر هذا اللقاء نظن مهم، كان إيجابي جدا. الحوصلة نظن باللي أعطت لنا فكرة على دور الجيل الجديد، جيل المعرفة، جيل العلم والكفاءات. فالنقطة الثانية، الستارت اب سي محور أساسي، ستانكس فوندامونتال نوتر بوليتيك غوفرنمونتال. Vous avez vu la joie, Farha Nta Sayyid Ra'is Sbah, عندما يتكلم مع الشباب، يتكلم مع الجيل الجديد من 12 سنة في عمره حتى مانيش عارف كيفاش نحدد الشباب. سي خالدي 40 سنة 30 سنة. بون ليسونسييل سي كو لي ستارت اب غراس اوسي ا سي ياسين nous a permis de prendre la tâche et d'ouvrir cette possibilité pour tous les jeunes, pour nos compétences nationales, pour se préparer à la nouvelle économie. المؤسسات الناشئة هي حقيقة الاقتصاد الجديد في جزائر جديدة. النقطة الثالثة اللي نشوفها هنا مهمة هو إنشاء هذا الصندوق، صندوق لتنمية المنشآت الجديدة والمؤسسات الجديدة. فهذا الصندوق حقيقة كان له هدفين عن سيد رئيس الجمهورية، هو أولا إعطاء كل الفرص وكل الإمكانيات لأصحاب هذه المشاريع تاع المؤسسات الناشئة، وكذلك تخفيف من البيروقراطية التي ممكن يتلقاها الشاب الذي لديه مشروع. فإن شاء الله هذا الصندوق سيكون هو المحور والمركز الأساسي لحوله تنمو هذه المؤسسات، ستنتمي تنمو تدريجيا. النقطة الرابعة والأخيرة هو العلاقة اللي حبيت نديرها ما بين المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ايكونومي دو لا كونيسونس. فاقتصاد المعرفة بالنسبة لنا ولكل الخبراء والمختصين ينطلق من الموارد البشرية، الطاقات الحيوية في المجتمع. أننا نخرج من الجانب المادي فقط والتنمية بالمفهوم الكلاسيكي، فإعطاء الفرصة للإبداع والاكتشاف والفكر من أجل الوصول إلى مشاريع واقتصاد متماسك متطور المنطلق نتاعو هو التنمية، ولكن التنمية البشرية، التعليم العالي، المنظومة التربوية بصفة عامة، التكوين الإطارات ذات كفاءة عليا ونخبة علمية تستطيع أن تكون هي القاطرة في نمو البلاد. هذا ما أردت أن أقوله في هذه الأربعة عناصر المحاور. فنتمنى التوفيق للجميع وخاصة لشبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد وزير الأول. ميرسي. ولا أريد أن أواصل اللقاء، وبالتالي أقول في آخر المطاف اليوم نهاية هذا اللقاء، ونتمنى لكم إن شاء الله لقاءات أخرى، وكل سنة نكونوا